كوثر مرحبا. دونك كوثر انت كتشغلي منصب قيادي في مختبر ارغون اللي هو المختبر اللي طورت فيه التكنولوجيا النوويه ديال الامريكان والتكنولوجيا النوويه اللي غيرت العالم كامل. فباش كتحسي وانت كديري هذه الخدمه؟ وصراحة كل مرة ملي كنكون صايقة الطوموبيل ديالي وغادا للاب للابوغاتوار بزاف المرات تنحس بالفخر، وكان سورتو ملي كنتفكر راسي ملي كنت في المغرب وكنت ساكنة في المدينة، وشكون كان يقول هذيك البنت اللي كبرت في بوقرون في المدينة أنها وليت عندها منصب قيادي في أكبر لي لابوغاتوار في أمريكا. وكل مرة كنحمد ربي ونشكره وتنحس كل نهار تقريبا تنحس بالفخر أنني غادي نمشي للعمل ديالي. الحمد لله. رائع. كوثر هضرني على هذا اللاب، ارغون لاب، الباك جراوند ديالو كيفاش بدا والتاريخ ديالو، شنو كديري فيه انت دابا؟ أرغون هو أول لابوغاتوار، هي في أمريكا عندهم واحد السلسلة ديال 17 لابوغاتوار، من كلهم في امريكا، كاين مثلا بيركلي في الغرب، وكاين بروك هيفن في الشرق، وحنا في الوسط. 17 ديالهم كاينين اللي هما كيديروا بحوث كتخلص عليهم كتفينونسيهم وزاره الطاقه، وكاينين وحدين اخرين اكثر وزاره الدفاع كالوس ألاموس. ارغون هو اول لاب في الاربعينات، بدا مع فيرمي اللي كان جا من ايطاليا لامريكا، وكان بدا تيطور ما كانش القنبلة النووية، ولكن كانت الطاقة النووية ذاك الساعة تكنولوجيا. تكنولوجيا. دونك هكا كان في اليونيفرسيتي شيكاغو، جامعة شيكاغو، وحنا عندنا مترابطين بزاف مع جامعة شيكاغو، كان هما اللي كيديرونا، لان حنا عندنا وزارة ديال الطاقة ما يمكنلهاش هي دير هاد لي لابوغاتوار، لأن كاين الكونفلي دانتيغي، ما خصهمش يتحكموا مباشرة في البحث العلمي، وسيرتو البحث العلمي اللي مرتبط بالطاقة النووية. دونك حنا اليونيفرسيتي ديال شيكاغو خدامة معانا، وهي اللي كت 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 هي اللي كتغوفيرنينا. اي دونك ملي ديفلوبات هاد لا رياكسيون شين اللي هي الأساس ديال القنبلة النووية، تطورت في أرغون مع اليونيفرسيتي دي شيكاغو فيرمي، ومن بعد انتقلت لوس ألاموس باش يوقعوا التجارب. دونك هذا هو كان البداية في الأربعينات ديال لابوغاتوار ديالنا، وتأسسوا من بعد لابوغاتوار كثيرة من هاد الطاقة النووية. من بعد تفرعات علوم كثيرة، احنا عندنا في أرغون 1500 ديال العاملين، فيها 1500 ديال الدكاترة والباحثين والمهندسين، وكنديروا بحوث من مختلفه، من البيولوجيا للفيزياء للكيمياء، اللي كنطوروا سميتو الباتري اللي هي دارت ضجه مع العالم ديالنا المغربي. عندنا حتى حنا عالم مغربي معروف خليل امين، اللي هو خدا بخي كبير من روسيا، واللي هو كان عنده فريمون امباكت على البحث العلمي ديال الباتري ديال الليثيوم. احنا كنديروا، وعندنا من اكبر لي ماشين ديال الكمبيوتين سوبر كمبيوتر، وعندنا اوسي اكزاسكيل اللي غادي تبدا في عام 2021 سميتها اورورا 21، وعندنا اوسي المسرع ديال الالكترونات اللي تعطي اكس رايز، اللي بها كنقدروا ندرسوا البروتينات وندرسوا الماده. والبيدجي ديالنا كل عام كنخدموا مليار دولار كل عام اللي كتفرق على جميع البحوث. اوكي فريمون وي. مختبر اللي وانا هو الدور استراتيجي ديالي يعني اكيد انه استراتيجي، والدور ديالي انا هو انا بديت في هذا اللابو بعد ما خديت الدكتوراه ديالي، ولكن الدور ديالي دابا رقم جوج، وكنسير العلوم النظريه فيها، لان في الاورغانيزاسيون ديالي عندي خمسه ديال لي ديفيزيون، وحده ديال كوسمولوجي والطاقات الكبيره، وحده ديال النووي، وحده ديال النانو تكنولوجي، وحده ديال الكيمياء، والاخرى ديال الماتيريال ساينس ديال، صعيب انني نترجم كل شيء، مي كلهم كاع هاد العلوم تحت العلوم ديال مني الماده، علوم الماده، ومكلفه انني نحط لهم استراتيجي ونخدم مع لي ديريكتور ديال ديفيزيون الاخرين. انا كنت براسي هادي عامين ديريكتور ديال ديفيزيون ديال الفيزياء
اول مره، وكنظن ان المغاربه تفاعلوا مع هذاك التنصيب ديالي، يس ولكن تما بقيت كنقول فيها لك غير كنا عام تواصلنا، ونص ومن بعد دفعوني الفوق. مازال عاقل تما فاش كنا تواصلنا دايوغ، كنت باش شفت هذاك الخبر، كنا يعني اول ايشونج بيناتنا، وكنت فخور جدا وبوستيت عليك في لاباج، و بارك افكتيفمون الله فيك، ابسوليومون، كان فخر كبير. ميرسي بوكو. وعاود تلاقينا مره اخرى في الفستيفال ديال مونشوت فستيفال، اللي كان دار حدث البيضاء رائع صراحه. كان رائع، وانت قمتي كما العاده فريمون كيفاش كتوصل المعلومه مبسطه للشباب، زعما تجزى عليه، الله يجازيك بالخير. الله يبارك فيك، وحتى البريزونطاسيون ديالك مازال ميموغابل، اللي هضرتي فيه على القصه ديالك، اللي مازال غادي عندما نوصلوا ضروري ما نهضروا عليها مزيان، على من بوقرون لبو النووي. الأرجون الارجون، من بوقرون الارجون، من سي فري. بقرون الأرجون، حنا الشعب. وكنت ملهمه، يعني مازال عاقل باللي الناس اللي جميع الناس اللي حضروا لك وانا من بيناتهم، يعني كانت القصه ديالك ملهمه. هو كنظن نمشيو لها نيشان، وديك الساعه نرجعوا للعلوم والعشق ديالك للعلوم، يعني هضرنا يعني على كيفاش درتي ليها كوثر من بقرون للارجون. كبرت، المهم انا كبرت، الوالدين ديالي كانوا طلقوا ملي كنت صغيره بزاف، ومشيت عند جداتي اللي هي الام الوالد ديالي، عشت معاها في حسان حدا سميتو المجلس الاعلى للقضاء، تما في ذاك المحل كانت عماره كنت معاها، حتى الوالد عاود تزوج مره اخرى ملي كانت عندي 10 سنين، ومشينا سكننا في المدينه اللي هو كان دارو فيها ديما في بوقرون. مشيت لبوقرون، الوالد ديالي الله يرحمه دخلني للكاردوري بالفلوس، يعني سيتي امبورطون، مي كانت عندي 5 سنين كنت كنعرف نقرا شويه الفرنسيه والعربيه، ومن بعد دخلني لمدرسه مراكش، ديك الساعات كانت مدرسه بريفي حتى هي، ولو انه كان موظف على قد الحال، ولكن بالنسبه له كان مهم انه يعطيني دراسه صحيحه. ملي كملت الابتدائي مشيت، حنا الابتدائي ديك الساعات كان الخامسه، كنت كدوز امتحان على صعيد المغرب، ومن بعد مشيت، بابا كان قال لي تمشي قريب فين كنت ساكنه، اللي هو كانت اعداديه ابو سلام السايح، اللي هي قدام مدارس محمد الخامس في المدينه. بالنسبه لي قريت تما 4 سنين، ومن بعد مشيت لمولاي يوسف باش ندير ميتو لو ليسي سانكيام اني، من بعد سيزيام اني سيونس مات، وكما الحال ديال موست اكثر بيبل اللي تيديروا ساينس، من بعد خديت الباك في سيونس مات، ومن بعد قررت انني نمشي للكليه. وهذا كان الصراع، الوالد ديالي تيقول لي لا خصك دير ماتش في ماتش بي، وانا كنقول له بابا انا باغا نكون عالمه في الرياضيات، لان انا كان الحب ديال حياتي هو الرياضيات، ما كنتش كنبغي الفيزياء، لان الفيزياء بالنسبه للرياضيات فيها بزاف ديال لي زابروكسيماسيون، وما كانوش كيعجبوني لي زابروكسيماسيون داك الساعات. من بعد بيان سور ملي كتفهم الفيزياء مزيان كتقدر تقبل دوك لي زابروكسيماسيون. المهم انا كنت مولوعه بالمات، كنت كندير المات، الكتب هاد المات في الصيف كله كنبقى نخدم ديك لي بروبليم ديال الاولمبياد، المات فريمون كان هو حب حياتي. دونك مشيت درت لافاك، مع ان كنعقل الوقت اللي كنت بديت كانت عندي واحد لاكوزين نادا القاسمي، حتى هي كانت في الماتشوب، وكنا ساكنين بجوج في دار جداتي في حسان، وبغاوني نسكن معاها باش نموتيفيها ونقريها، لان انا كنت قرايه بزاف، وكنت كنخدم معاها لي بروبليم ديالها، وكنقرا في لافاك، وفي لافاك كانوا لي بروف تيقولوا لنا وانتم عيانين ماشي بحال الناس الماتشيب، وانا كنت كيعجبنيش الحال وتندور فيهم بالاخر باش يديروا لي خاطري، ولاو كيسميوها لالا لافاك، ملي دخلت لها كوثر ولات اسمها لالا لافاك. دونك درت المات مات فيزيك، ومن بعد من بعد كنت باغا ندير المات، ولكن جو سي با كيفاش بديت درت المات ثوازيام اني فيهم بجوج، ما كنتش عارفه فريمون اين تخصص، ولكن الفيزيك بديت كنبغيه ملي كنت كنشوف التاثير المات فيه لي سيمتري كوانتوم فيل تيوري. دونك قررت ندير لا فيزيك، لان لي كيسيون اللي كاع كتسول عليهم المات اكيد انه مهم وكيعطيك اون باس صحيحه لكاع العلوم، ولكن الفيزياء بالنسبه لي بديت كنتولع بها شويه، وكنقرا على السيرن، وكنقرا على كيفاش اكتشفوا الجزيئات الجديده. اي دونك درت الفيزيك 3 وفيزيك 4، درت لا فيزيك تيوريك، وخديت الليسانس ديالي، والحمد لله هذه قصه اخرى. ملي كنت خديت الليسانس كان داك الوقت كانوا في 95 كانوا فريمون واقعين اضرابات، والناس ما لاقيينش الخدمه، مالوغوزمون لا سيتوياسيون باقا هي هي،
ودونك قرروا انهم يسدوا تخوازيام سيكل ذاك الوقت. وانا بالنسبه لي كنت مولوعه قلت فريمون سيتي دور، انا كنت باغا نبقى في المغرب، باغا نبقى في المغرب وندير لا تيوري ونوري للعالم بان المغرب عنده عقول ونقدروا نديروا دي شوز. انا كنت مولوعه بعبد السلام اللي كان نوبل برايز في لا تيوري ديال لا فيزيك دي بارتيكول، ولكن ما كانش يمكن لي لان ما كانش تخوازيام سيكل، وانا حلم حياتي هو انني نكون عالمه، ما درتش الكليه باش نكمل 4 سنين ونسالي. دونك مالوغوزمون ما كانش عندي الترناتيف اخرى. هي بيان انا كنت كنصيفط كان ابليكي لدي زوندوا في فرنسا وفي كندا، ولكن الوالد ديالي ما عندوش الامكانيات باش يصيفطني نقرا، ولو ان يعني ما عندوش، يلاه يلاه ما عايش مع الحياه. دونك تازمت بزاف في ذاك الصيف وما بقيتش نخرج من الدار، وفريمون وقعت لي بحال شي ازمه. وعمتي، انا عندي 5 ديال عماتي، عمتي الصغيره فيهم هما مربيني، عمتي الصغيره فيهم الدكتوره حفيدي عائشه، هي اللي قرات كملت قرايتها، جات لعندي وقالت لي ما نبغيش نشوفك بحال هكا، انا غادي ندير تو سكيلفو. كان عندها مضمه ديالها ديال الذهب وبعتها وعطاتني فلوسها باش نمشي نقرا في فرنسا. قالت لي هذا، شوف شوش قالت لي، قالت لي شوف كاوتر، انا عارفك الا نجحتي غادي تساعد العائله ديالك كلها، اللي انا عندي جوج اخوتي وبابا وماما اللي هي الزوجه ديالو الله يرحمهم. قالت لي ولكن ولو انك ما تنجحش، لان انا كنت شي وقت ملي خديت الباك كنت بغيت ندير الحجاب المهم، وحنا العائله ديالنا مون بير ما كانش مع هذه الفكره هذه لاي اسباب، وانا ما غاديش ندخل فيها. المهم كنت متدينه عقليا بزاف، وكنت ماشي تم متدينه، كنت فريمون عندي كحل بيض بيض، سي نورمال هذيك هكا تربيت بزاف الحاجات عندك مسلمه. وعمتي قالت لي شوف بغيتك تمشي لفرنسا واخا غير تقرا عام وترجع باش تنفتح على ناس اخرين، على ديانات اخرين، على افكار اخرين، غتساعدك عالم واحد اخر. وبالنسبه لي صراحه ملي كنرجع دابا بالذاكره ديالي، اهم حاجه ان ربي وفقني ليها انني خرجت من المغرب، ماشي حيت المغرب ما مزياش، حيت بالنسبه لي تطورت شخصيتي، ما كنتش غنكون نفس الشخص كون بقيت في المغرب. وداك الشيء علاش ما يمكنليش نلوم الناس هنا ملي كتدخل المغرب وتتذكر معاهم بعضهم، يعني هادو الناس ابناء التجربه ديالهم والحياه ديالهم والتكوين ديالهم. دونك خرجت لفرنسا داك العام بديك سميتو الفلوس، وكانت صعيبه فريمون، كنت كنتكرفص لان حتى داك الفلوس ما كانوش كافيين بزاف. كنت ساكنه مع واحد المراه اللي هي كانت ممرضه، وعطياني واحد البيت ديالها تحت الكوزينه، كنجلس لها نقري لها ولادها جوج، وكانت كتبغي تخدم ديك لا ماشينا لافي اللي هي عندي انا في الحمام ديالي مع 11 الليل، وما كانش كتخليني فريمون نقرا. وكنت كنخرج في البرد ديال باريس، كنخرج للباركينغ ونجلس نقرا تحت الضوض الباركينغ في 12 الليل و1 الصباح باش نقرا. ومن بعد داروا الاضراب ديال الاغ او ار، وانا ما عنديش كيفاش ناخذ طاكسي. من نهار الامتحان ديالي خرجت مع 4 الصباح، وبقيت كنمشي على السكه حتى 4 ساعات ونص باش نوصل للمحل، لان انا ما عارفه لا طريق لا والو. داك الساعات ما كاين لا سمارت فون لا والو. وصلت الامتحان ودوزتو، دونك كملت العام الاولاني. وبما انني كنت متفوقه سميتو الغوفرنمون فرونسي عطاني بورس كبيره باش ندير الدكتوراه ديالي في الكوميساريا لينيرجي اتوميك اللي هي كانت في ساكلي من احسن الاماكن. وبديك الفلوس كنت كنعيش مزيان، وكنت كنصيفط الفلوس لبابا كل شهر باش يتعاون. الحمد لله، يعني الحمد لله معجزه من عند ربي بالنسبه لي انا. ودونك كملت 3 سنين. في دوك 3 سنين دوزت عام في امريكا، لان ليكسبيريونس ديال التيست ديالي كانت في اللابوغاتوار ديال جيفرسون لا فيرجيني. دونك مشيت تما عام، انستالينا ليكسبيريونس وخدينا لي دوني وكل شيء، ورجعت لفرنسا اناليزيت لي دوني وبوبليت. وفي ذاك الوقت انا تولعت بامريكا، واخا ان الفرنسيين عطاوني بوزيسيون اكلي وفي السينيغال صرفتهم ومشيت لامريكا انا والزوج ديالي. دونك هذه هي القصه ان شورت كيفاش طرات. وجيت الارغون في نوفمبر 99 وانا فيه من ذاك الوقت. اوكي، ولكن انت دزتي بزاف ديال المراحل اللي الحياه كامله كتقول لك حبس من هذا الشيء، ما عندك ما ديري بهذا الشيء، صافي ما عندكش افاق، ولكن مع ذلك اشاك فوا كتقاتلي وتازمتي ميم واحد المده من حياتك. بغيت نسولك شنو يعني الا رجعتي كاع في الفون ديالك، من يعني شي حاجه اللي في صغرك ولا في التنشئه ديالك اللي جعلت يكون عندك هذا الولع وهذا الشغف وهذا لاباسيون هذه اللي ما خلاتكش تحبس
من لا بورسويت ديال الحلم ديالك؟ شنو يعني كيفاش كانت البدايات ديال الشغف ديالك بالكون وبالمعرفة وبالماط وبال واش حيت الوسط، ولا حيت يمكن كان عندك الوقت باش كتنغلقي باسكو الرياضيات بزاف فيها بزاف ديال المجهود الذهني، فكتنغلقي كتمشي كتفكري، ولا كيفاش كانوا البدايات؟ في الاول انا كنت ما اعرفش حقيقه الانسان ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، ماشي شي حاجه اللي عندي فيها الفضل. من نهار كنت صغيره وانا كنت سائل على لي شوز، وكنت كنعقل، كنت باقه صغيره عندي 5 سنين ولا 6 سنين والجورنال قدامي وانا كنقرا، والوالد الله يرحمه ما عمره جا قال لي شنو كتقرا ولاش، كان مخليني ماشي شغله. انا كنت ودونك كنت كنقرا الجورنال وكيتسحب له حافظه شي حاجه من الاخبار في شويه، هو وانا عندي مازال ما وصلت لسنين وانا كنقرا الجريده بوحدي، كنجلس نقرا وكنت كنعقل قران كان عندنا مكتوب بطريقه ماشي سهل انك تقراها، حتى ملي كنت في السنه الاولى. وكنت كنرغب هذوك الخادمات اللي عند عماتي، لان انا كبرت عند عماتي، الوالد عنده 5 خوتو كانوا ميسورين، وكنت معاهم ديما في الكوزينه، وكانوا تتكتب لي عاوتاني بحروف عاديه القران باش نقدر نحفظه. وكنت مولوعه واو. بالعلم وبالمعرفه، وكان سول بابا، كان عقل واحد النهار قلت له بابا ربي مناش مكون؟ بيان سيغ بابا بقى تيشوف واو. فيا، قال لي شوف الا بغيتي تعرفه ولا تفهم اكثر خصك تقرا قرا قرا واو. قرا، وميبي واحد النهار تقدر تعرفي عليه شي حاجه اللي ما عارفينهاش الناس. دونك بالنسبه لي كان فريمون العلاقه ديالي مع ربي من الاول، عرفتي شنو، كتكبر بحال شي يتيم، اكيد انهم العائله ديالي داروا مجهودهم انهم يبروا بيا، ولكن في الاخر ما عندكش الام ديالك، ما كانتش عندي، كانوا مطلقين وما كنتش كنشوفها، الاب ديالي كان مشغول واخا كيحاول. دونك كبرت مع ربي، كنتكلم معاه، وكانت دادا اللي هي مسكينه كانت داك الساعات اسكلاف شحال هادي، من بعد ملي ما بقاوش واو العبيد بقات جالسه مع جدتي، وهي اللي رباتني مسكينه، مرا ما قرات ما والو، واو وكنشوفها كتصلي وتتدعي على الناس اللي ظلموها، وانا تنقول لها دابا اش كدير؟ وانا عندي 4 سنين، كتقول لي انا ما عندي لا حول لي ولا قوه، وانا كندعي باش ربي ينصرني ويشوف من حالي. دونك هكا في البدود تطورت عندي داك الفكره، لان هذاك ربي راه شي حاجه اللي خصني نكون معاه ديما، وخصني نهضر معاه، هو اللي غيقدر يوصلني. وهكا كانت داك العلاقه، في اي حاجه كنت واو. كنديرها كنت كنحاول انني نتكلم معاه، بحال دابا حتى الماط ملي تنبقى نلقى مشاكل في كنبقى نتكلم معاه، دابا ربي واش غتعاونني دابا غندير هكا. فريمون كان هو احسن صديق، وهكا كانت الطفوله ديالي. بيان سور الانسان ما فاهمش مزيان، بالنسبه لي كان شتي الحياه فيها بزاف ديال الظلم. مثلا انا كبرت بلا والديه فريمون، وما كنتش انا في الاخر انت يتيم وصافي، كيتهلاو فيك تيديروا فيك. بالحق في المدرسه وفي العلم كاين واحد العدل، الا كنتي كتقرا مزيان وكل شيء كيشرفك وكل شيء كيعطيك حقك وكل شيء، يعني بالنسبه ما كاينش كذوب، خدمتي مزيان عندك نقاط مزيان، ما خدمتيش ما عندكش. اي دونك بالنسبه لي انا كنت كنشوف العدل براسه، والعدل الحاجه اللي ما يمكن تحد ياخذها ليا، وما يمكنش شي حاجات فهمتي ما تتعطاش غير هكاك بالعمل ودؤوب انك كتجازى فريمون سي العدل. حتى بالنسبة ملي بقيت كنفكر واش يعني المهم دزت بمراحل، واش الإسلام أهم حاجة عندي هي العدالة. هذه الحياة ما فيهاش عدل، ما يمكنش تكون جاست هذه الحياة، خاصني العدل ولو على نفسي، خاصني ربي اللي هو يحاسب الناس ويحاسبني حتى أنا، ما يمكنش ما يكونش العدل. اي دونك بالنسبة لي هذا الكونسيبت اللي مهم جدا. يعني العشق ديالك والفضول ديالك بالكون كان عنده واحد الطبع اللي هو نقدروا يعني ميستيك، كانوا واحد النوع ديال الصوفيه او واحد الروحيه في الفضول ديالك، وهذا يمكن من بعد غادي يرتبط بالابحاث ديالك في الفيزياء النظريه، لانه كاين روابط كثيره ما بين هاد جوج ديال الحاجات. يعني النوع ديال ديك لو ديو ديال اينشتاين، ولا حتى اينشتاين كانت عنده هذه الروحيه هذه ديال انه كيحاول يفهم بحال اللي سماوه هذا مايند اوف جود، ولا كيفيه اشتغال الكون بهذا المعنى اللي هو صوفي ولا روحي ولا ميستيك. وعديد من العلماء شفت عندهم هذه القضيه هذه اللي تلاقيت معاهم، ولا اللي قريت لهم، ولا اللي سمعت لهم، كيكون سورتو في الفيزيك فوندامونتال كيكون واحد النوع ديال الروحيه اللي تقدر تجسد عن طريق تجسدات مختلفه. كل واحد عنده لي نيونس ديال الروحيه ديالو، ولكن كيشتغلوا كاملين في هذاك، كيشتركوا كاملين هاد العلماء في هذاك الاحساس العميق بالكونيكسيون مع الكون.
فاشرح لنا شويه بالابحاث ديالك في الفيزياء النوويه وفي الكون، وكيفاش ديفلوبات هذه العلاقه ديالك مع اليونيفير. بالنسبه لي الحاجه اللي بيان سور مشيت قريت في فرنسا وفي الديوا اللي كان الدراسات العليا كانوا عندنا دي زوبسيون. بالنسبه لي اختاريت هذه لوبسيون ديال الفيزيك نوكليير اللي فوندامونتال، هذه ما عندها حتى شي علاقه بالقنبله النوويه ولا الطاقه النوويه، هذه فريمون كتفهم شنو هي الماده. حنا ملي كنشوفوا في الكون كاينه ماده مرئيه اللي هي كتعطينا الضوء كنشوفوها، وماده غير مرئيه اللي كنسميوها دارك ولا سوداء. ولا بالنسبه ولو ان الماده المرئيه هي 5% ديال شنو عندنا في الكون، و95% ديال الماده الغير مرئيه، هذا ولدي كيقول لي يا ماما انا غنكون انا سمارت عليك، لان انا انت كتدرسي غير هاد 5%، انا غندرس 95% الاخرى. دونك هذا غير بين قوسين. هاد الماده المرئيه مكونه من ذره اللي هي ملي كتقسم، حنا ملي قراونا في المدرسه الا قبتي شي حاجه وبقيتي تتقسمها ولو انك ما تقدرش فريمون، الجزيئه الاخرى اللي مكونه منها هي الذره. والذره شنو فيها؟ فيها نواه وفيها الكترونات دايرين بهم. بالنسبه لي انا اوكي مزيان فهمنا هذه، مي شنو هو الحاجه اللي هي بلو فوندامونتال؟ هي ديك الذره. هذيك الذره مناش مكونه؟ مكونه من بروتونز ونوترونز، جزيئات. اوكي هذاك البروتونز والنوترونز شنو هي الفوندامونتال ديالها؟ كواركس وغلوونز، هذوك هما الجزيئات اللي حنا. وبالنسبه لي انا كان فريمون اي تيوري ولا اي مفهوم ديال اي حاجه خاصها تبدا بلي باز، ولي باز ما غيكونوش 70,000، لان من الوقت اللي بدينا كنكتشفوا الجزيئات كثاروا 100 الجزيئات، ها البيون ها الكيون ها هادي ما يمكنكش تفهم. فوالا دونك زو ديال لي بارتيكول في الاخر خصنا يكون شي حاجه بلو فوندامونتال. وانا كان زعما متيقنا بان كاينه شي حاجه بسيطه بسيطه بزاف من شنو كاع كنفكروا فيها، اللي هي اللي غادي تحاول توحد لينا المفهوم ديال الكون، تسوى في الكوانتيك اللي هي الجزيئات الصغيره اللي هي القوانين ديال الكوانتيك ولا الكميه هي اللي مسيطر عليها، ولا في الانفينيتلي بيج اللي هي كيفاش تتكون الكواكب والمجرات والى ذلك. دونك كنحاول ديما نفهم الفوندامونتال ديال الشوز، وانا الدراسه ديالي هي كيفاش من الكواركس ومن لي غلوونز كنكونوا الماده المرئيه. واللي هو انتريسون في هذا اللي هو مهم في هذا سميتو لا فيزيك نوكليير، هي ان احنا مثلا المانيتيزم ملي كتشوف مثلا عندك جوج ديال الحاجات شارجي، جوج ديال الالكترون غادي يدافعوا بعضياتهم، ما غيبغيوش يقربوا، وكل ما كثرتي المسافه بيناتهم كل ما غيبقاوش يحسوا ببعضياتهم. يعني المانيتيزم مرتبطه بالمسافه، كل ما قربتيهم كل ما غادي يحسوا ببعضياتهم. بالنسبه للفيزيك نوكليير العكس، مثلا غناخذوا واحد البارتيكول البروتون فيه ثلاثه ديال لي كوارك، غنبسطوهم ماشي فريمون ثلاثه ولكن نقولوا فيه ثلاثه، غنجي ناخذ بارتيكول اخرى غنسميها البيون فيها غير جوج غير باش نبسط لكم. الا ان جوج ديال لي كوارك الا هما قراب من بعضياتهم، وقراب معنيتها فريمون الفانتوميتر ماشي شي ديستانس هكا، ما كيحسوش ببعضياتهم. بحال غتاخذ واحد جوج ديال لي شيفو، جوج ديال الاحصينه وتربطهم بقنبه طويله، هما راه حدا بعضياتهم غيتحركوا ما غيحسوش انهم مربوطين. الوقت اللي غيبغيو يبعدوا على بعضياتهم هذيك القنبه اللي بيناتهم غادي تبقى تجر 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 حتى غتقطع، وملي غتقطع في الاخر ديال كل قنبه غادي يخرج عود وعود دو تيل مانيير غادي ديما العود غياخذ مع عود اخر، والعود الاخر غياخذ مع عود اخر. وهذوك لي كوارك ما كاينينش في الطبيعه بوحدهم، ديما مساكن في الحبس مع كوارك اخر، وهذا سميتو كونفينمون. اي سا سي فريمون فوندامونتال. المهم ما غنكثرش على المشاهدين، ولكن anyway سي فاسينون بزاف. دابا انت عندك حيت كاين واحد السؤال اللي هو نوعا ما فلسفي ولا تقاطع ديال الفلسفه مع الفيزياء، اللي هو بالمعرفه ديالنا ديال الكون واش هاد النظريه ديال الفيزيائيه واش كنوصلوا لشي حد. مثلا دابا حنا عندنا لو موديل ستوندار اللي فيه واحد العدد ديال الجزيئات ديال الجسيمات، ولكن
يمكن في المستقبل ان حتى الكوارك يكتشفوا انه خاضع لشي نظريه اللي هي مور بلو فوندامونتال كو الموديل ستاندار، ولقاو دي بارتيكول اونكو بلو فوندامونتال، وربما شكون عرف انه ربما تكون بحال اللي شفت واحد المقطع ديال ريتشارد فاينمان كيقول لك يو جست ذا جوب ديال الساينتست از نوت نيسيسيرلي تو فايند شي لو اللي هي يونيفايز ايفريثينغ، ولكن maybe that such a law كاينه، يمكن قانون بحال هكا كاين، ولكن تقدر تكون الطبيعه كتبقى بحال واحد القشوره ديال البصله، كتحيد قشره كتلقى قشره كتلقى قشره. فالعلم كما هو يعني الهدف ديالو هو غير تقلب تبقى تتبع الافيدنس، فيما الادله الدواء كتبعهم، ولكن طبعا كل واحد فينا غادي يكون عنده يمكن واحد الابريوري ولا واحد نظره محتمله للكون، اللي واش عنده شي نظام اللي هو قابل انك تشرحه رياضيات معادلات بسيطه، ولا ربما ما كاينش شي حاجه بحال هكا. العلم ديما بالادله والمفهوم، العلم كيتطور، ما كاينش شي مفهوم مطلق ديال صافي فهمنا كملنا. سي فري كاينين دي فورس مثلا الالكترومغنيتيزم كتقدر بالتيوري ديالها ان تبريدي دي كونستانت ا دي بريسيزيون كبار، واش كيعطيوك مفهوم اننا فريمون فاهمين، ولكن مع ذلك ما عمرنا تنقولوا صافي وصلنا وسالينا غادي نسدو غنمشيو لحاجه اخرى، لان الكون لي فريمون كومبليكي، وهاد لي فورس كلهم مرتبطين ببعضياتهم. وحنا ملي في اي حاجه ملي كتدرسها لوكالمون كتعطيك فكره، ولكن الفكره الحقيقيه هي ملي كتشوفها جلوبالمون. دونك انا ما عنديش ابريوري ولا ما عنديش تفضيل على هاد التيوري فيرسوس انا بعدا اكسبيريمونطاليست كندير دي اكسبيريونس. لي تيوريسيان النظريين تيديروا لي موديل ديالهم، اللي سي بيان دير الموديل ديالك، ما عندنا مشكل، طور لي كود وخرج ليا لي ريزولطا، ما عنديش مشكل. كنجي كنشوف لي ميزور، هادوك لي موديل غايقول لك فوالا الا ميزوريتي هادي غادي تلقاها هكا. انا اكسبيريمونطاليست غنمشي ندير لي ميزور ونقول فوالا ها شنو ميزورينا، وغادي نكومباري مع لي مع لا تيوري. الا كانوا متفاهمين كنقولوا اوكي غناخذ شي حاجه من هنا وغنفهم، ما كانش كنفهموا بان داك الموديل ديك لي زاسومبش ديك شنو حطوا فيه كاسامبشن ما هوش بارفيتمون صحاح، ولكن ما تتقلبش على شي حاجه اللي دايرها في بالك مثلا من محل اخر. فريمون تابع ليفيدونس، وزيدون العلم ديالنا الي تري اكسبنسيف، الي تيسوى بزاف الفلوس. انا ملي غندير باش نعطي المشاهدين فكره، الاكسبيريونس اللي كندير انا كتبقى مثلا غناخد اكسيليغاتور المسرع، وغنبغيه يسرع ليا مثلا الالكترونات ويمشي ويضربوا في شي ماده مثلا الكربون، ونحاول انا غنبرودويزي بزاف ديال البارتيكول اخرى وغنديتيكتيهم. هادشي اللي حنا كندرسوه كيخصني هذاك المسرع يعطيني الفيسو لمدة شهور، وهذاك الفيسو كل ساعة فيه كتسوى على الأقل 10,000 دولار. دونك باش أنا غادي نمشي وغادي ناخد ذاك الفيسو هاد المدة، راني كنمشي كنوقف قدام ليجان وكان كومبيتي مع وحدين أخرين اللي هما عندهم أفكار أخرين. وإن فوا تقبل لك هذيك الإكسبيريونس راه شوف شحال غتقام عليك. وكان ناخدو لي دوني هذاك الديتكتور اللي مبني راه كيساوي 50 مليون دولار، وانت كتبقى 24 ساعه على 24 ساعه الناس جالسين كيحضوا في لي ديتيكتور، يعني 200 الناس معاونينك، ماشي شي حاجه سهله، يعني ما يمكن لهم يوافقوك عليها الا حيت فريمون مهمه وغتوصل لك لشي حاجه. دونك حنا ماشي بحال مثلا واحد جالس في اللابو غنخلط هاد البرودوي مع هاد البرودوي وغنشوف شنو. حنا لا ريشيرش ديالنا كتسوى الفلوس بزاف، داكشي علاش كاين سيغن واحد في سويسرا، وكاع لي جون لي باغيني يفهموا كيمشيو يديروا ليكسبيريونس في سيرن. لا ميم شوز كاين لابوغاتوار اخر في فيرجينيا جيفرسون لاب نفس الشكل. شوف شحال مثلا ليكسبيريونس غادي تسوى لك 100 مليون دولار ما غاديش يخليوك ديرها، حيت انت عندك شي فكره، خصك لي بروف علاش غديرها وشنو غادي ها لا بريسيزيون ايتترا. دونك سا كوت بوكو دارجون الخدمه ديالنا. وليكسبيريونس انا في حياتي عندي غنقدر ندير بوتيتغ 10، لان كل وحده خصها عام باش تورني، وخصها 3 سنين باش نخرجوا لي ريزولطا، وهادو خصك على الاقل 200 الناس ولا 300 الناس باش يعاونوك. دونك سي تري ديفيرون من الريشيرش اللي انت في اللابوغاتوار ديالك تيبل توب وكدير لي شوز ديالك بوحدك. وهذا الشيء يكون كيوضع حدود على حتى في المقدار ديال الاكتشافات اللي كاين اللي نقدروا نفوتوا، حيت دابا في البارتيكل في الفيزياء ديال الدقائق في بارتيكل فيزيكس كاين ترا كنظن انت غتكونفيرمي لي هادشي بحال واحد النوع ديال
وصلنا لواحد مثلا في الموديل ستاندر سي بون وي كونفيرم ذات ذا هيكس بوزون اكزيست في ال اتش سي، ولكن انفورشنتلي ناثينغ ايلس اكسايتينغ ذات اكسايتينغ واز ديسكفرد. يعني بحال اللي دابا باش اف يو وانت تو كونفينس، الا بغيتي تقنع واحد الجهه انك انا تزيد تعطيك فلوس باش دير مسرع واحد اخر، كتولي لا بار اعلى، ودونك يمكن كاين واحد الجو ديال واش فريمون حنا في مازق في الفيزيك ديال لي بارتيكول ياك كاين. سي فري سي فري، حنا مثلا اش كنديرو لا فيزيك نوكليير اللي هي كانت الفيزيك دي بارتيكول في السبعينات. فيزيك هذه هي المشاده بين فيزيك نوكليير، هي الفيزيك دي بارتيكول في السبعينات، ولكن هي كومبليكي لان الي با شوف لا فيزيك دي بارتيكول اون جينيرال tu produis des particules جداد اللي هما تيعيشوا شويه ومن بعد تيعطيوك حاجات اخرى لانهم سون تيلمون تقال كو ما يمكنلهمش يكونوا ستابل. حنا كنحاولوا فريمون ندرسو كيفاش هذا الكونفينمون هو صعيب، لي جون دي بارتيكول خلاوه ومشاو لحاجه اخرى اللي هي بلو سكسي، لانك ديسكوفري بارتيكول جديده فيها بزاف الصداع. تحت ما تهمو انك تفهم الكومبليكاسيون ديال الفيزيك نوكليير. دونك هادو لي دو فيلد بالنسبه للفيزيك دي بارتيكول والفيزيك دي اوت انرجي. ميتنون بيان سور انهم ما اكتشفوا والو، قدروا يديروا ان كا اننا الهيجز، ولو اننا اكتشفناه خصنا شي ماشين اللي تبرودويزي لنا بزاف د لي هيجز باش ندرسوا الهيجز براسو، لان يا اما غتكتشف حاجه جديده ولا غادي تمزيغي لي شوز اللي عندك ا دي بريسيزيون فيري تري غروند اللي كتحط دي كونترينت على دي موديل كي اكزيست. دونك بريسيجن فيزيكس فيرسوس tu découvres حاجه اخرين. maintenant les haute énergie aussi un dans la cosmologie اللي هي ils sont complémentaires. ملي كيكون عندك دي تيليسكوب ou tu détectes des choses directement de l'univers, des particules sont accélérées par l'univers et tu détectes des particules les photons اللي هما عندهم des énergies incroyables اللي جايين من galaxies اخرى. donc c'est complémentaire ou l'insan بطبيعته كيبدع. et donc كل فين ما كتسد شي باب الباب اللي كتسد راه كتدفع الانسان انه يفكر حاجات اخرين. وديما اوني اميزد كيفاش ان الانسان ربي عطاه داك العقل وكيفاش قادر انه حتى في اي حاجه ملي كتكون كومبليكي كتبقى تدور عليها واحد المده واحد من بعد كتلقى الحل كيفاش تدوز منها. اي سي سا لا البيوتي ديال الحياه. ما خصناش نستعنوا بالعبقريه ديال الانسان افكتيفمون. بسوري تقدر شي حاجه تبان. وسي فاسينو هاد القضيه جبتي ديال التقاطع ما بين الكوسمولوجي وما بين لي بارتيكول هاوت انرجي، لانه نوعا ما بكل ما لانفينيمون بوتي ولانفينيمون غون، حيتاش لونيفير كامل ا مومون كان في البدايه ديال الانفجار العظيم في البيغ بانغ كانوا تقاطعات في هذا الشيء. يعني الدراسه ديال بدايه الكون والدراسه ديال اصغر المادات الممكنه كاين واحد النوع ديال التقاطع بيناتهم. دونك نتوما هاد اللابوراتوار كنظن في ارغون عندكم وقيلة على حسب ما فهمت فرقة تشتغل على الكوسمولوجيا، عطينا شي فكرة على شنو كديروا في هذا المجال. حنا في الاورغانيزاسيون ديالي عندي الفيزيك ديال كومون سابي دي بارتيكول، ولكن فيها الكوسمولوجي. عندنا في ارغون عندنا واحد الجروب عظيم الهاد ديالو هو سلمان حبيب. إلي كومبيوتيشنال، واش كيقدروا يديروا تيقدروا فيت افيك لي كالكول ديالهم والارتيفيشال انتيليجنس و اتش بي سي هاي باور كومبيوتين يقدروا يبرودويزيو دي زيماج ديال سكاي ديال الفضاء ما تفرقش بينها وبين لي زيماج ديال التلسكوب. اي سي لو ميور دون لو موند اي سي فريمون جو سوي فيير لان سي في لورغانيزاسيون ديالي. وكاس كون في حنا راه باقيين كنتسناو دابا غادي وزارة الطاقة غادي تقرر قريبا شكون واحد من ثلاثه ديال لي لابوغاتوار. واحد سي سلاك اللي كاين في ستانفورد لينير اكسيليريتور كاين في الغرب، وحداه بيركلي، وحنا شكون اللي غادي يكون ليد لاب اللاب اللي غادي يقود واحد ليكسبيريونس سميتها سي ام بي اس 4 تي كوسميك مايكروويف باك جراوند لا 4ييم جينيراسيون. وهاد لي الكوسميك باك جراوند هادو كانوا تبرودويزاو من وقت البيغ بانغ، وملي كتدرسهم وتدرس بولاريزاسيون ديالهم كيفاش انهم الاتجاهات ديالهم، وهادو سي دي تيليسكوب اللي حنا كنبنيوهم في ارغون وكنمشيو نحطوهم في الساوت بول. عندنا ساوت بول تيليسكوب حنا ساوت بول تيليسكوب و تنديتيكتيو اي اون بو افوار بزاف ديال فريمون ندفعوا المفهوم ديالنا ديال انفليشن
ديال لي نوترينو اللي هما دي بارتيكول ما عارفين شحال لي سبيشيز تري كومبليمونتير، مي سي اه هذا بري نوبل يعني. اوف كورس سي فريمون جينيال زعما عاقل كنقول. على ديك ديك ليتود اللي كانت في ا فيو ييرز اجو ديال واز ات هارفارد يونيفرسيتي اللي كانت دارت بزاف ديال الصداع فينالمون بلاك ما هول كانتش اللي كانت كانوا داروا البولاريزاسيون ديال لي غيونمون كوسميك مايكرو باك الميكروويف. جراوند وي لي بي مود ديالك اللي حسبوا لي بي مود ديال البولاريزاسيون وشافوا واش وي از ات اكزاكتلي كومباتيبل ويز ذا انفليشنري كوسمولوجي ولا لا وذي ثوت ات واز كومباتيبل ولكن ذن ات واز نوت ريلي بيان سور ابسولومون. دونك دي هادو واش غادي تمبيراتور يعني تري دي باس فاكتور واش غيقدروا اكسبلوريو هاد يديروا الاستكشاف ديال هاد ابسولومون. الاسئله واو ذاتس سو وهاد اكسايتنج وكنتسناو ان شاء الله من دابا واحد الشهر غيقولوا لنا اي سي ان بروجي كيكوت 600 مليون دولار. واو اي دونك سا سرا جينيال الى ارغون هو اللي خدا البروجي ان شاء الله يا رب. المهم الناس اللي ما متبعينش هذا الشيء الابتسامه اللي على الوجه ديالي حيت هذا السؤال هذا هو كيهضر على البدايه ديال الكون اللي هو احد يعني اعمق الاسئله اللي كاين في اللي يقدر الانسان يسولها واللي سالتها البشريه في منذ البدايه ديالها فالعلم اليوم عنده واحد بحال واحد النافذه كتقدر تحل وتشوف منها البدايه ديال الكون دابا غير باش نعطي جوج ديال لي زيليمون اخرين سي كو النظريه ديال الانفجار العظيم اللي هي التوسع ديال الكون هذه حاجه اللي اليوم كاين ادله كثير عليها التباعد ديال المجرات وحتى هذا الكوسميك مايكرويف باك جراوند اللي هو الخلفيه الكونيه ديال اليونيفير باش كان عنده 380 الف سنه ولكن كل ما زدتي قربتي لك تي تيغال زيرو كل ما قربتي للحظه الصفر ديال النشاه ديال هذا الكون اللي حنا فيه كل ما كتولي لا سيونس العلم كيكون مازال ماشي يعني الادله عليه ما كاينش متوفره بزاف دابا هاد الابحاث اللي بحال اللي غيدار ان شاء الله يا ربي في اللابوراتوار ديال الكوثر غادي يمشي لهذيك تقريبا تي يعني اللحظه الصفر اللي كتشرح لك كيفاش من نقطه من مايكرو ساكنز يعني من نوع ديال الفراغ الكموميه ولا من واحد البنيه اللي هي بسيطه جدا في ميكانيك الكميات تقدر تخرج لك بوم واحد البنيات اللي تقدر من بعد تجي من المجرات يعني امر فعلا خطر ابسولومون. زعما الحمد لله زعما يا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هكا باش كتشوف ربي. انا بالنسبه لي سي عباده الخدمه ديالي العمل ديالي كعالمه الحمد لله. الانسان كيتعلم انه تيتعلم التواضع وتيتعلم انه الدماغ ديالو يحلو ما يكونش عنده لي زابريوري ويكتشف شنو ربي خلق في هذا الكون. وما كتشوف عندكش يمكن الوقت كتشوف لا غادي باش تشوف الله بواحد الشكل الله الا استكشفتي علميا وشتي الادله وهذا كتستكشف المفهوم المفاهيم الروحيه هذه بواحد النظره اللي هي مستحيل تكون عندك الا ما كانش عندك هذه النظره العلميه ابسولومون. مي كتشوف القران بديع السماوات والارض. شوف شوف التعبير الابداع بديع. سي جولي رائع رائع جدا ايوا نتمنى لك ان شاء الله البادجيت في هذاك بارك الله في هذا البروجيكت ان شاء الله. انا والنجاح كيب يو ان تاتش ان شاء الله نقول لك ابسولوتلي شنو ترى ان شاء الله. رائع رائع اعطينا شويه ندير واحد الموضوع اللي هو اللي كيعجبك تهضري فيه باسكو هضرتي فيه في هذاك المون شوت فيستيفال اللي هو النساء في الميدان ديال العلوم وانت يعني كامراه باش كنتي صغيره اكيد كل عشق ديالك ملي كيكون الانسان طفل ما كيبانولوش هاد الفرق كنظن انا شخصيا وكان حتى العديد ديال النساء السيدات اللي تلاقيت معاهم يعني في هذيك السن هذيك ما كيبانلكش ولد بنت عجبك المات عجبك الفيزيك ما كيغيرش بزاف ولكن مع يمكن مع التقدم في الزمن كيبداو كيبانوا اختلافات في الوسط في الطريقه ديال التعامل ديال الناس في كيتسموا ديك غلاس سيلينغز ولا بعض الحدود اللي كتفرضها عليك البنيه ولا لورغانيزاسيون اللي انت فيها اللي انت فيها في هذه الحاله فقلنا القصه ديالك و يمكن نتعلموا منك في المجال ديال النساء والسيدات في العلوم والتكنولوجيا باش تلهمي ان شاء الله حتى البنات والسيدات اللي كيتفرجوا فينا معك الحق ان الانسان انا ملي كنت كبرت في المغرب كنقرا كانت حاجه وحيده كانوا لي كلكو كوزان ديالي كل مره كانوا كبر مني بشي كلكو زاني تيقولوا لي شوف المطرة صعيب دابا تشوف انت دابا عاجبك الحال حيت في السنه الثالثه دابا ودونك كانت هذا ديما ديك التحدي وكنت انا في ما كنت نمشي القسم كنلقى بانه بون الماط اكيد انه ماشي ساهل ولكن ماشي الا غادي تخدم مزيان وتفكر مزيان غادي تدير مزيان دونك ما كانتش مشكله البنت مع الولد
ملي مشينا للكليه كنا حنا ذاك الوقت ديالنا ما كانوش هاد الشعاب، كانوا يا اما مات فيزيك كانوا كيسميونا لي موتون بيردو ولا فيزيك شيمي لي بوتي جو سي با كوا كون، ومن بعد بيولوجي جيولوجي بيوتيفول جيرلز. دونك هذا كانت وكانت ذاك الريبوتاسيون ان البنات الخايبين هما اللي تيديروا مات فيزيك اللي ماشي زوينين بحال البيولوجي والجيولوجي. دونك هذيك اول مره كنت سمعت مساله اللي هي سكسيست على البنت فيرسوس الولد. في الكليه ما كانش حتى مشكل، كانوا زعما في المغرب ما عندناش مشكله. اون فوا كان عقل كنت السنه الثالثه مع الاستاذ ديال الرياضيات وكنا في لونفي تياتر يعني 140 واحد، وكنت كنتكلم معاه كنسولو اسئله ودار لي شي حد في الاودينس ما كانش عاجبو الحال، وهو يغوت من الاخر ديال لونفي وقال لي تير دارك تيري تصبني خمسه فريمون وكلشي تصدم. سيتي لا بروميير فوا والحمد لله لا ديرنيير فوا. دونك انا وقفت ودرت وقلت لهم شكون هذا اللي قال هذه الهضره، الا كنتي فريمون راجل وريني راسك بيان سور. تحد موقف وقلت لهم هذا فريمون شنو نقول لكم، هذا الشيء ماشي يشين حنا ناس في الكليه بهذا المستوى هذا. وقلت له هذاك اللي قالها انا ان شاء الله ملي نكمل قرايتي هو اللي غادي يجي يخدم عندي في الدار ويصبن. يعني دابا كي فريمون جاوبته بهذا الجواب هذا. المهم انا بالنسبه لي كانت صدمه. المهم كملنا في المغرب. المشكله اللي كانت عندي هو ان الوالد ديالي باش يخليني نخرج نقرا في فرنسا بوحدي، مع ان عمتي حلت المشكل والوالد ديالي كان تيقول لي واش انت حمقى انا غنخليك تخرج بوحدك لفرنسا، وكان محافظ. وقلت له شوف بابا راه ما عندكش حل، انا شوف انا كنسمع لك كلام حياتي كلها ما عنديش مشكل البر بالوالدين، ولكن حد العلم حبسني انني نكمل الحلم ديالي. انا راه غادي الا ما خليتيش نخرج فرنسا غادي نمشي وغادي ندخل في السياسه وغادي قبطوني في الحبس وغادي تهنى مني. فريمون قلتها له جيتي سيريوز. دونك جو سي با بدا كيفكر. من بعد خلاني نمشي لفرنسا، مشيت لفرنسا قرينا في فرنسا ما كانش مشكل بنت فيرسوس الولد. اكيد ان البنات مثلا كنا في قسم ديال 20 واحد كانوا بتات 3 ولا 4 البنات. من بعد مشيت ندير لا تيز ديالي ما كانش مشكل في فرنسا، ما كانش اكيد ان لي جون في ليدرشيب اللي كيوصلوا ما كاينينش بزاف النساء. جيت لامريكا، امريكا هي اللي كانت فريمون عندي صدمه كبيره، ان في العقليه ديالهم البنات عندهم ابارامون من في الليسي كيقولوا لهم المات صعيب على البنات والفيزيك صعيب على البنات ديروا شي حاجه اخرى. عدد الناس ولقيت راسي كناضل باش بالنسبه وحتى في الخدمه ما نكذبش عليك هنا في امريكا محافظين و ils sont dominés par الرجال البيض المسنين. يعني هذه يلا فيزيك حنا عندنا انا تيعيطوا لي بحال زعما البنت الصغيره، لان فين كبرت انا كان المعدل ديال السن كان 60 عام، تبقى عنده 80 عام وتيجي، وهذاك اللي عنده 80 عام هو كي لانه فيزيائي معروف وديك الشيء. مثلا حنا في الديفيزيون اللي كانت عندنا كيفكر هو دا خد التاز ديالو في الخمسينات كيفكر باقي ديك العقليه. اي دونك صعيبه على لي فام انهم بحال دابا باش يمشيو ويخدموا في دي زونيفرسيتي اللي كيديروا لي ريغيرش ولا لي لابوغاتوار، خاص خدمه بزاف، تنخدموا ساعات كثيره. وصعيب على ان لي فام مثلا لان المجتمع كينتظر منهم انهم يكونوا في الدار يقبلوا الدار ويولدوا الاولاد ويقبلوا الاولاد دونك الالتزامات صعيبه على المراه، ولكن لي شوز كيتبدلوا. بزاف ديال النساء كيضطروا مثلا انهم يجلسوا في الدار مده مثلا 4 سنين تيكبروا شي شويه ولادهم عاد يرجعوا للغوشيرش، وما يمكنلهمش يرجعوا للغوشيرش توب نيفو. دونك كيقريو بزاف لي زونيفرسيتي اللي ما عندهمش البي اتش دي. anyway كاينين بزاف ديال المنظمات اللي هما كيحاولوا انهم من الاول بحال دابا حنا عندنا في ارغون كل عام كنجيبوا بنات من 10 سنين حتى 12 عام يدوزوا نهار في ارغون، كان نفرقوهم في لي لابوغاتوار كيبنيو دي فواتور وتيديروا الريس لي فواتور، وتتحاول انك تقول لهم فوالا راه فريمون من حقكم انكم تنتوما ديروا لا سيونس، ولا سيونس سي فريمون فان جوب من احسن الخدمات. وكنجيبوا سي بنات من الهاي سكول من الليسي كيدوزوا نهار في ارغون وكيديروا دي تور على لي لابوغاتوار، وكنحاولوا نبقاو معاهم اون كونتاكت. ومثلا انا دابا هادو كنشجعوهم، ولكن الحقيقه ان النساء والاقليات صعيب عليهم انهم ياخذوا مناصب
كبيرة في المجال. وأنا صراحة ما حسيتش بهذه التفريقة حتى وليت مناصب ديال ليدرشيب. وصراحة المرأة كل ما مشات عالي كل ما الانتقادات كتكبر، كل ما كيبغيو يحطوك في واحد القالب كيفاش أنك مثلا صعيب عليهم أن المرأة تكون عندها شخصية قوية وتوقف ومثلا تكونفرونتيهم. باقي لحد الآن باقي المرأة، والمرأة مشاكلها عالمية يونيفرسال، ما تقول لا مغرب، ما تقول لا ريليجيون، ما تقول حتى حاجة. فريمون سي مجتمع ذكوري، وذكوري أغلبي. إحنا عندنا مثلا في الميريكان ذكوري أبيض، ولا مينوغيتي الآخرين مساكن حتى الناس السود ولا اللاتينو ولا النساء، راه على الأقل راهم نصف المجتمع، ما عندك كيفاش دير لهم، فين ما مشيتي إلا بدك خصك تدخلهم. من الأقليات الآخرين مساكن اللي هما باقيين محنين. مي بون في الآخر الإنسان خصو يعرف ماشي غالي شكون أنا. أنا كنعقل ملي عمتي هذه الله يذكرها بخير صيفط قبل ما تصيفطني لفرنسا ملي كنت في الكاتخيام أني، قالت لي كوثر شنو غادي دير؟ إين أوبسيون؟ قلت لها غندير أوبسيون فيزيك تيوريك، وهي طبيبة وأستاذة جامعية. قالت لي واش كتوكل الخبز؟ قلت لها والله ما عرفتش واش كتوكل الخبز ولا لا، ولكن ماشي هو المهم. المهم أنا كنحبها وباغاها وغادي نكمل هذاك الحلم ديالي. دونك الإنسان فريمون، وشوف ملي كدير شي حاجة كتبغيها، واخا انا درت الكليه والمغرب معروف انه المغرب عنده ثقافه ديال لي بلو بريون يديروا لي زيكول دانجينيور وهذا الشيء، حنا عندنا ثقافه هكا. انا درت الكليه لان كنت بغيت نكون باحثه، وكل شيء كيقول لي ما غتلقاش خدمه. ما فكرتش في هذه المساله، اللي فكرت هي كيفاش انني نكون احسن ما يمكن لي نكون في المجال ديالي. واكيد ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، وربي واخا ما كنتش في المغرب جيت لامريكا، ما عندي لا عمي لا خالي لا خالتي، هو الواحد بدراعه الحمد لله. داكشي علاش امريكا، هذا كنحب امريكا. الثقافه ديال امريكا وديال فرنسا، شنو الاختلافات؟ دونك ذكرتي على الاختلاف ديال كبير، فرق كبير، ثقافه كبيره. انا في فرنسا ملي دخلت فرنسا ما كانش المشكل انني بنت، كان مشكل انني كان الوجه ديالي عربي افريك دو نور. وكان عقل انا اول كان اول ثاني نهار عندي في فرنسا في باريس كنسول شي واحد المراه على الطريق وهي تهرب مني بحال اللي غادي ناديها ولا شي حاجه. وفي التران كتجلس كنجبد كتاب مثلا بالعربيه كيبدلوا الكرسي ومشيو يجلسوا في محل اخر. يعني عنصريه كنت كنعيشها كل نهار. وفي الحقيقه حتى في اللابوغاتوار ملي بديت التيز ديالي قالوا لي لي ريسبونسابل في اللابوغاتوار هذا الكوميساريال انرجي اتومي، قال لي شوف انت غدير التيز ديالك بالحق ما تحبكش، راه غادي حنا ما عندناش خدمه هنايا. قلت لهم انا شكون اللي قال لكم انا بغيت نخدم عندكم؟ حتى في الاخر داز 3 سنين وبغاو يخليوني تما. قلت لهم انا غادي نمشي للامريكان، انتوما فرنسا يا اما اون فاكونس ولا كتهضروا لي على لي فاكونس والبوز كافي وعملت بوز كافي. انا كي غادي نخدم في هذه البلاد هذه وشحال عندهم ديال العطل؟ دونك تفقصوا. مي بون داروا فيا الخير وعطاوني البورس، ما نقدرش نكر خيرهم. ولكن امريكا كتجي لهنا، وانا جيت في 99 باقي ما كانش احداث 11 سبتمبر حتى لحد الان. عطاوني بوزيسيون بيرمانونت جوست في الوقت 11 سبتمبر، وانا مثلا انسانه اللي ما تنخبيش كون انا بالنسبه لي تري فوكال. مثلا في رمضان عاد داز رمضان ملي تيكونوا بغاو يديروا لي لي ميتينغ مع مساد العشيه ولا 6 طب سمحوا لي اش يقول لك انا لايك بغينا نديرو غير شي حاجه حنا اراوند بير ونديرو ميتينغ هادو لي ليدرشيب في اللاب والديريكتور. قلت لهم شوفوا هذا رمضان انا مع الخمسة ونص كنعس حتى ل8، ودونك داروا الميتينغ مع ال8 ونص وبقاو كيتاسفوا. دونك وكاينين دي جون حتى هما في امريكا، امريكا عندهم ناس متدينين كثار. وبما انني انا في ليدرشيب بوزيشن وكنعلن انني بون عندي مسائلي الشعائر ديالي وهذا، الناس كيشكروني هادوك لي ساينتيست بديانات مختلفه. شكرا لانك كتعلن الايمان ديالك. ودونك حتى حنا يمكن لينا اننا حتى حنا نقولوا غادي نمشيو نصلي ولا نديروا ولا هذا، وما نكونوش ما نحشموش منا، لان بيان سيغ العلم فيه بزاف الملحدين. وانا بالنسبه لي اجان انا مانيش كنبروفي الاسلام بشي حاجه، الاسلام معتقد مساله شخصيه ما عندها حتى شي علاقه بالعلم ديالي. هادو جوج مسائل سيباري. فالقضيه ديال يعني ملي كتكوني في وسط المختبر انت رغم الهويه ديالك ورغم يعني المعتقدات ديالك، باش كتدخلي المختبر كتولي ديري العلوم، باش كتكوني كتصممي تجربه ديال فيزيك دي بارتيكول ولا كتاناليزي دي نتائج علميه،
كتحيد لي كاسكيت ديالك، كتخدمي بالمنهج العلمي اللي هو مجرد اللي نعم كيشتركوا معك فيه جميع الناس ديال الأديان الأخرى والمعتقدات الأخرى. العلم ما فيش، انا بالنسبه لي العلم زعما الدين ما ماشي الدين بالنسبه لي كيدخل شكون انا اخلاقي كيفاش كنتعامل مع الناس، الدين ديالي كيدخل فيه بزاف. كيفاش بالنسبه لي فعاد غنمشي للبسيكياتر غنجلس نتكلم مع ربي، سي فريمون بالنسبه لي انا كشخص. ماتنو كيفاش كنفكر التفكير العلمي عنده مبادئ وعنده ما عنده حتى شي داخل حتى شي دخل بالدين whatsoever. والدين خصك تخليه في مقامه العالي، لا تقربوش بمسائل دنيويه اللي هي كتبدل واللي المفهوم ديالنا كتبدل. الدين خليه كتاب منزل، ربي ما حطو لناش باش يبروفي نظريات ولا يلقى فيه ادويه، ولا حطو لنا باش يقول لك تفكر في خلق السماوات والارض. ما حطش حتى سميتو للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات، المعجزه الكبيره هي هذا الكون، الانسان راهن على العقل الانسان. فهاد الفتره هذه سفيني حنا كنديروا المعجزات، والمعجزات ديالو هما لي لواد لا ناتور، فهمهم الا قدرتي تفهم. خلي عليك سان غيان افواغ، سان فريمون غيان افواغ. يعني هذيك القضيه ديال الناس اللي كيدخلوا شي فشي وكيستعملوا مثلا كيضروا بالقران، كيضروا بالقران، اساءه للدين، اساءه كبيره للدين. خص القران والمفهوم ديالو يبقى يتدرس، هذا كتاب منزل ما حطوش ربي باش يعلمنا فيه الفيزيك ولا المات، هذا ماشي الهدف ديالو. الهدف ديالو باش يعطيك ايات تتفكر فيها ومسائل، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. السلطان هو العلم، اكبر حاجه اعطانا بها ربي واللي فضلنا بها على كل شيء. الناس المسلمين للناس المزيانين اللي كيامنوا به وعندهم عقل ويمكن لهم يقولوا له لا وامنوا داروا صالح راه فوق الملائكه، عطانا داك لوبسيون، وداك لوبسيون اي تري امبورطون. دونك كي خصنا نفكروا مزيان ونحاولوا نتحرروا، قال لنا فكروا وسولوا وتسائلوا، ما فيها حتى شي حاجه حرام اننا نسولوا ونتسائلوا. اكيد ان ربي راه ربي راه ما بقاش، ولكن هو طلب منا اننا نخدموا العقل ديالنا، وماشي قال لك خدم العقل ديالك ورجع شوف شنو كاين في القران. راه لغه وراه كومبليكاسيون وراه تحط في وقت، في بزاف المسائل وقتيه في ذاك الوقت. anyway ما بغيتش ندخل انا في المسائل. بالنسبه لي القران كنقراه كنتخشع، كان بالنسبه لي كنستمتع بشنو عطاني ربي من كيفاش كيتكلم معايا لانه كلام الله. والعلم ديالي علم ما عنده حتى علاقه ب فالجوني القران يعني للتدبر الروحي وللتجربه اللي هي عموديه مع الله، ولكن التدبر في الايات مثلا وخا ايات علميه اللي كاين في القران مثلا النواميس ديال الله والقوانين والقدره ديال الله في الكون حاجه، وانك تشد هذيك الايات اللي عندها صبغه علميه وتحاول تضرب بهم العلم ولا تخدمهم في العلم ولا هذيك ما كاينش. انا صراحه واخا ولو بوتيت غادي يكون بزاف الكونتروفيرسي، انا داك الملايين والملاير اللي كتخسر في الاعجاز العلمي كون كانت فريمون تخسر في البحث العلمي كون راه حنا باخر علينا. لان سمح لي العلم عنده قوانينه، وعنده بغيتي دير العلم دير العلم بوبلي في لي بابي، هادشي معروف، خلي شي وحدين ينتقدوا. القران في حد ذاته اعجاز، خلي عليه العلم ما تحطش باش انه هي. والحقائق العلميه كتبدل، اليوم انا لقيت هذه وغدا لقيت حاجه اخرى، وشنو غادي نقول؟ رجع علاش غنقربوا نهبطوا للقران لهذا المستوى هذا البشري؟ ما جو سوي كونتر. فهاد المنهجيه الطريقه ديال التفكير العلميه اللي كتهضر عليها هي ربما هي احد الاسباب ديال النجاح ديال العلم، ماشي ربما احد الاسباب، هي ربما هي الاكبر سبب في النجاح اللي عرفوا العلم اليوم، هو هذا الطابع ديالو اللي هو يتوخى الموضوعيه، يعني كيحاول ما امكن انه يتوصل للموضوعيه. فدابا بالنسبه للنقاش جوست انه كلشي متفق في العالم كله على كيفاش الميثود ديال البحث العلمي، ما كاينش فيها لا تناقضات. ومع ذلك ملي كتكتشف الحاجه واحد اخر خصو يكتشفها انديبوندامون بطريقه مختلفه، يعني كاين مسائل مضبوطه ماشي ما كنلعبوش هنا. واذا كانوا اخطاء كيتكتشفوا دغيا الا كان تدليس ولا هادو، عندنا دي كا بارتيكولي، ولكن ما يمكنلكش تدوز زعما سي فريمون سي انفايبل، عندك دي شوز على مدى مده ما يمكنلكش تخربق
والكذوب كيتكتشفوا دغيا. دراسه معينه اللي خرجت فكتكون معروضه على المجتمع العلمي كامل، يعني ومن المصلحه ديال العالم، العالم اللي دمر وشرشم بحال يقولوا في مصطلح بالدارجه، وضحض الزملاء ديالو في بلد اخر ولا في مؤسسه اخرى ولا حتى في الفريق ديالو، كيتسمى هذا اكبر يعني انجاز اللي يقدر يديرو شي عالم، انه ياك يضحض أكيد علماء اخرين. أكيد فهاد الطريقه هذه ديال التشارك في المجتمع العلمي وديال التشكيك، اللي هو معتمد ديما انك كتشكك ماشي فقط في الاقوال ديال الناس الاخرين، ولكن كتشكك اولا في راسك، يعني العلماء انا اللي تلاقيت معاهم اللي هضرت معاهم، باش كيجي يحط شي هضره في شي مقاله علميه كيبقى يضرب الف حساب، لان عارف انه غادي يتعرض للانتقاد، باش انه هضرته absolutely. يكون اقصى ما يمكن قامه التمحيص ديالها قبل ما يحطها. Absolument. C'est assez solide, vraiment. ممتاز. نرجعوا دابا نمشيو لواحد يمكن لاكس ولا المحور الاخير ديالنا اللي هو مهم جدا لي وليك، وحسب اللي شفت يعني النقاشات اللي شفت ديالك قبل، اللي هو المغرب، اللي هو المغرب، وانا عارف ان عندك ارتباط بالمغرب، فقول لنا شنو هي علاقتك بالمغرب، وفوقاش واش ترجع واش ما ترجعش، واش تبغي تعاون المغرب، واش شنو تبغي تقول للمغرب؟ أعطينا من الأعماق اكيد ديالك. ان انا كبرت في كان عقل ملي كان كنت باقا صغير، عندي 3 سنين ولا 4 سنين، ملي كان عندنا التلفزيون كيبدا مع الساد العشيه بمن بيت الاحرار، كان وقف في ما كنت كنمشي كنجري قدام التلفزيون ونغني مع من بيت الاحرار، يعني عندي احساس بالوطنيه احساس كبير. كما قلت لك ما كنتش بغيت نمشي لفرنسا، انا ملي كنت راكبه في الطياره وغادا لفرنسا باش ندير التيست ديالي كان بكي في الطياره كلها وانا كنبكي 3 ساعات ونص، وملي علاش تنبكي؟ حيت انا غادا البلاد اللي استعمرونا وانا ما باغاش نمشي لعند هذوك اللي استعمرونا جوست بوغ تو دير، وخليت بلادي وخليت anyway. الحمد لله الانسان خرجت لفرنسا، اكيد ان الوالد ديالي والوالده كانوا عايشين، دابا توفوا الله يرحمهم، عندي لا فامي في المغرب تحت اخر من غير الزوج ديالي والولد ديالي هنا في امريكا. بالحق شنو درت؟ ملي مشيت لارغون دوزت واحد العام وهذا، جبت اتيديون من جامعه محمد الخامس، احمد مولاي احمد العلوي، دونك الي شيرشور في الشيلي دابا، ومن بعد جبت لاميه الفاسي، وهذو كلهم وليداتي كي جلسوا معايا في الدار لمده 4 سنين ولا 5 سنين، كي كيكونوا جالسين معايا في الدار وفي اللابوغاتوار كنعطيهم البورس وكل شيء. لاميه الفاسي اللي استاذه دابا في لونيفرسيتي دي ميسيسيبي، وجبت واحد جوج اخرين مي ما مشاتش مزيان، دونك دوزو معايا واحد 4 شهور ولا 5 شهور سانا با مارشي وصافي. دونك انا باش نقول لك بان وكيرجعوا هادو يسوتنيو في المغرب في لونيفرسيتي في المغرب مع اساتذه في المغرب، كانت يو نو عندي استاذه رجاء الشرقاوي قراتني في البروميير اني وعندي علاقه مزيانه معاها، فين ما كندخل المغرب كنشوفها. دونك حاولت ما امكن، مي في الاخر حتى لو نيفو ما بقاش، ما لي زيتيديون لي زوبسيون اللي كيجيوني ماشي حتى لهيه، هو صعيب لانك خصك فريمون تخدم بزاف باش تقدر توصل للنيفو في واحد الوقت مزيان، لان حنا في المغرب ما عندناش ليكسبيريمونطال، لان سا كوت تري شير باش دير دي لابوغاتوار ويكونوا مجهزين. دونك حاولت، من بعد جي ديسيدي بون سا مارش با بيان، ما بغيتش ندخل انا في لي ديتاي، دي فوا وقعوا لي دي كومبليكاسيون مع دي بروف في المغرب، مي اكيد انني ديما كنفكر كيفاش نعاون المغرب. ميتنو سكي امبورطون، مثلا دخلت المغرب هادي واحد العام عطيت واحد الكونفيرونس في لا رويال اكاديمي دو سيونس على سميتو الميديكال ايزوتوب اللي كيداويو الكونسير، مي على فين خصك المعقول باش تخدم مع الناس، والناس ديجا اللي تنعرفوهم راه حتى هما براسهم تيقول لك سي كومبليكي انك ما يمكنلكش تضيع وقتك في شي حاجه اللي ما تخرجش نتائج. انا ماذا بيا نعاون المغرب، المغرب زعما انا مغربيه في الاصل ومغرب بلادي. مثلا باغ اكزومبل شنو درنا دابا، اتصلت بينا واحد السيده من انجلترا كي ديفلوبيو هاد لي باتري ديال لي غريد، ودونك كونيكتيتها مع مغاربه اللي شيرشور في لونيفرسيتي محمد سيس بوليتكنيك اللي كاينه في الجنوب، وغادي يخدموا على موديل لي ديفلوبيو دي باتري بوغ ستوراج ديال لينيرجي ديال الجريد لينيرجي سولير اللي عندنا، دونك اللي عندنا في المغرب. اي سون فينانسي جيسبر انهم ياخذوا الجرانت من اليونايتد كينغدوم من لونجلتير،
باش يديروا دي شوز ابليكي لافريك دو نور ودونك كونيكتيتهم وعاونتهم ومستعدين اون غوسوا دي ستوديون اون غوسوا دي ستوديون من لونيفرسيتي محمد السيس بوليتكنيك مع هذا السيد خليل امين هنا في ارغون وكان وخليل كيعاونهم يمشيو لدوطخ لابوغاتوار وكيجيو يديروا لي بوستو كنعاونو كنعاونو في صمت مع كيلكو بيرسون اللي باغيين يخدموا لا بلوبار دي جون يا كيبغيو تصبيتهم في البوبليكاسيون بلا ما خدموا بزاف ديال المشاكل اللي صراحه انا في غنى عنها ميتنو واش انا مستعده ندخل المغرب لا ما مستعداش ندخل المغرب فكرت فيها عدد كبير زعما لا من الاخر زعما صراحه المغرب ما انا عارفه بان ما غاديش نكون عندي تجربه ناجحه في المغرب لعده اسباب دونك انا بالنسبه لي يمكن لي نعاون من هنا المغرب دخلوا ناس عديدين قبل مني وكلاو العصا مزيان خلاو دي لابوغاتوار في كندا وخلاو ودخلوا بيان سور دخلوا السياسه كتلعب وصافي وتهرسوا مساكن وجلسوا الارض دونك انا ما مستعداش ندير دي كومبرومي للسياسه باغا نعاون البلاد انها تقدم وتتطور البروبليم سي كو ولو انك شوف هذيك منظومه تقدم هي منظومه وماشي منظومه تقدر شوف تقدر تاخذ الميريكان هنا وتجيب المغاربه تخوي الميريكان وتجي تحط فيها المغاربه وتقول لهم يلا انتم عندكم تجهيزات وعندكم كلشي وريوني اش غديروا ما غاديش يقدروا يديروا بزاف لان اولا العقليه واش المغرب ولا الدول العربيه ولا الاسلاميه عندنا عقليه علميه واش حنا متحررين لان الابداع خصك تحرر من القيود ما خصكش تكون تخاف تحل فمك ولا غادي جو سي با يكفروك ولا يدخلوك لجهنم ولا صامارش با الخوف مع الابداع صامارش با وبزاف د الحوايج وحريات وكذا 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 يعني نقدروا نطوروا شي شويه ونقولوا غادي نفورميو دي جون باش يجيبوا شي صناعه للمغرب والناس في المغرب يقدروا يخدموا بحال الناس مثلا في الهند ها هو الهند بوكيساو على القرايه قراو عباد الله الكمبيوتر ساينس ها هما جابوا بزاف د الشركات يخدموا عندهم كتعيط دابا في امريكا كيجاوبك واحد في الهند نقدروا نديروا هادشي ولكن المغرب خصو بوكو بلوس كو هادشي انا كنطمح ان المغرب يكون كما انه رائد اكيد انه حالتنا احسن من حاله دول كثيره ولكن باقي خصنا نفتحوا العقول نفتحوا العقول وما عندناش داك جو سي با كيفاش غنبدلوا زيدوا الناس بحالك انت وبحال عدد اخرين ديال الشبان فريمون شنقول لك شابو بين غيجازيكم لان ما غاديش تجازوا في من اغلبيه المغاربه ما غاديش يجازيوكم بالعكس دابا حتى انا ملي كنشوف مثلا فيسبوك وتنقول بون بتاتخ نبغي ندير محتوى ولا شوف حتى كل عصا على والو وانت غادي تخرجها من وقتك ومن صحتك صراحه انا ماشي جريئه بحالكم ولا دي فوا تي تو دي علاش نضيع وقتي دونك المغرب فريمون خص الناس وداكشي اللي كديروا نتوما جيسبيغ ان الاتباع ديالكم يكونوا از ماتش از الاتباع ديال وحدين اخرين اللي هما ما كيشجعوش الناس انهم يفكروا فعلا لان الفكره هي اللي ديال الفكره ديال القناه ديالي ولا قنوات شبيهه هي ماشي انها تقسم ديفيزي الناس هي بالعكس انها ربما تسحر الناس ولا تقترح على الناس هذه الفكره اللي هي التفكير العقلاني يعني انك تخدم العقل ديالك وانك اللي هو الاساس ديال العلوم والاساس ديال 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 المنهجيه العلميه وديال التفكير العقلاني اللي غير العالم بحال اللي قلتي انت باش خرجتي شفتي العالم تلاقيتي مع 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 حضارات اخرى بلدان اخرى فكيطرى لك هذيك الافاق ديالك يتحلوا فكذلك نحاولوا يعني عبر هذه المحتويات اللي كنديروا ماشي فقط الشرح ديال النظريات العلميه والابحاث وفين وصل العلم ولكن كذلك كيفاش منين جاوا هاد الابحاث العلميه ولا جونيس ديالهم النشاه ديالهم والعقل اللي قادر انه يبدع ويصنع هاد النظريات العلميه فانت انا نعطيك مثال نعطيك غير مثال كان لونكادغور ديالي الاستاذ ديالي في التيز في فرنسا الله يذكره بخير ميشيل غارسون هو عائلته اوريجينالمون يهوديين ما كلش انا عارفاها يهود ولكن هو ملحد والوقت اللي ملي عرفته انه ملحد شنو انا ديك الساعات كنت يلاه هذه عام ونص باش خرجت من المغرب تنقول له ميشيل راك عزيز عليا غير قول اشهد ان لا اله الا الله ما باش ندخل جهنم تصور كيفاش كان التفكير ديالي والحمد لله انه كان صابر عليا تيقول لي ليف مي الله خليني عليك تقول له غير قول اشهد ان لا اله حيت خصك غير تامن بالله وربي باش ما تدخلش جهنم باش نقول لك البساطه ديال التفكير ديالي ملي جيت من المغرب anyway, الانسان كيتعلم بزاف ديال الشوز مي الحمد لله شوف الانسان اللي كيهاجر
كيهاجر بدينه بنفسه. الهجرة راه ماهيش مستحبة غير هكا، لأنك توسع الآفاق الإنسان. أحسن صح. حاجة طرات لي هو أنني خرجت من المغرب ونفيت وتلاقيت بناس أخرين وثقافات أخرين. وكنا هذه القضيه ميم في يعني القضيه ديال تفتح الافاق، شايفها في شي يعني ولا مقالات كتبوا على الجامعات مثلا، وكان الفكره ديال هذاك الكاتب ديال المقال هو انه شنو كيستافدوا الطلبه باش كيمشيو للكوليدج ولا كيمشيو لهذاك الكومبيوس ديال الجامعه، كيفوت يعني الاستفاده من التلاقى مع الناس وتفتح الافاق ديالك فايته بكثير هذاك الموديول لي سي فري موديول ديال الدراسه. ف سي يعني فري حتى نصيحه للشباب اللي كيتفرجوا هنا، يعني اللي عندك اختيار مثلا ما بين جوج ديال المؤسسات، واحده مختلف في شي بلاصه مختلفه وبعيده، وواحده في شي بلاصه اللي هي فاميليا وقريبه لك، اذا كانوا عندهم نفس المستوى ديال الجوده ديال التعليم، يمكن النصيحه تكون انك تمشي تبعد وتفتح الافاق ديالك اذا كان سي فري ممكن عندك الامكانيه. صح. فيعني اخر حاجه هي المكانه ديال يعني القضيه ديال التعليم في المغرب، التعليم والعلوم والتدريس ديال العلوم في المغرب، الا بغينا، حيتاش انت فهمت منك انك ما تخليش على ود المناخ اللي كاين في المغرب اليوم ما كيشجعش هذا الشيء، هاد يعني دماغ بحالك انه يدخل على الاقل في هذه اللحظه هذه المغرب، ولكن الا شفنا من دابا 10 20 عام كيفاش يمكننا نديروا تغييرات اليوم في النظام ديال التعليم والامور اللي هي محيطه بالنظام ديال التعليم، بحيث يمكن الوليد ديالك ما عرفناش ولا شباب وحدين اخرين اللي غادي يخرجوا من المغرب، من اللي خارجين دابا ولا اللي غادي يخرجوا من دابا 10 سنين، من دابا 20 عام يبغيو يرجعوا في التعليم في المجال ديال التعليم. اكيد ان التعليم عندنا، شوف ملي كنبداو حنا مثلا كيقريونا شي حوايج ديما تيقريونا على اساس انه التلقين، وداك الشيء اللي تيقريونا بديهي. وحنا البحث العلمي كنعرف، انا مثلا خرجت من المغرب قريت في المغرب، خرجت مشيت لفرنسا كنطرطق لي زيكواسيون ديفيرونسيال ما كاينش، كتهبط عليهم. حنا كنعقل الامتحان تيعطونا فيه غلطه والناس واحلين، وانا كنصحح الغلطه ونكمل الامتحان، زعما تيلمون كتحيح. ولكن كيسكو سا فو دير تو سا بالمفهوم ديال هادوك لي زيكواسيون، شنو معنيتهم عمليا؟ اسكو سي ان غراديون، اسكو سي لا فيزيك، شنو معنيتها من غير دي زيكواسيون تقبط الفورس ودير لها السينوس والكوسينوس؟ ما تيقريوناش. كيما انت، انا تن فريمون كنشكرك على البرامج ديالك اللي كتحاول على الاقل ديك لو غرانت كو تو ريسو من الاتحاد الاوروبي، انك تقدر دير دي اكسبيريونس مساكن الدراري يشوفوهم وبلاصه ما جيست تقول تكتبهم وانا احط هذه هنا ونحط البياش وندير هذه، زعما انت راك تكونتريبيوي. خاصنا، انا كنعقل وقت اللي مشيت لفرنسا، عاد وصلت لفرنسا قبل ما نبداو نقراو في ديك في اوت، قالوا لنا غديروا 3 لي سومان بروجي في اللابوغاتوار. عطاونا لابوغاتوار وحطوا لنا دي بينوم، انا كنت مع واحد السيد. انا هنا قريت في لافاك، درت لا فيزيك، كندخلوا للتي بي، كتبقى كتشوف ديك الشيء تيقول لك ما تقربش ما تمش، كتب شوف العدد، كتب هادي ودير له البابي ميليمتري واعطيه، ما تقرب ما تقيس حتى حاجه. دخلنا عليك والله كيفاش غادي تقرا، كيفاش غتتعلم. ملي مشيت لفرنسا بقيت كنشوف دوك الالات ودوك لي زانسترومون، ويجي البروف قال لي اش كدير، قلت له كنشوف، قال لي بقى تيبرك على لي بوطون، قال لي برك برك، قلت له الا خسرات، قال لي ما تيهمكش، كيفاش غادي تفهم؟ فريمون هذا بالنسبه لي بقات ديما في بالي، كيفاش انا في المغرب تيقول لك ما وكيفاش غنكون انا نخسر الحاجه ونصلحها ونسول علاش خسرت؟ هذا فوندامونتالمون في العلم، بما ان ما عندناش حتى علوم تجريبية كتسمى، يجهزوا علوم تجريبية. فوالا، ما عندناش الا بوتيتر ميتنو، انا خرجت من المغرب هذه كذا 20 عام، مي في وقتنا ما كانش عندنا الامكانيات باش نديرو دي زيكسبيريونس، ما كانش. وحتى دي فوا مي كدير اكسبيريونس كيكون هو دايرها قدامه بوحدو، مثلا داير شي داره كهربائيه وانت جالس كتفرج من بعيد، هو الا بغيت انا ما نديرش اون باراليل وندير اون سيري شنو غيطرى؟ زعما سي دي شوز. وزيدون حنا وقتنا ما كانش فريمون لورديناتور، دابا تي بو تعلم، انا كون كان عندي لورديناتور في المغرب وانا كنكبر كون راني ما نعرفش شنو تعلمت. انا ديجا بوحدي كنت كنقرا، كان تيقولوا لي فاش تطيري الصوار، علاش كتقراي هادشي كله؟ مو غير النقطه، جبتي النقطه بركه، مي ما كانش. وحتى الامتحان بضاعتنا ردت الينا، تيعطيك حتى في المات تيعطيك انت وغير يقول لك يلاه ديمونتري، ما تيدفعكش انك تفكر وانك تعرف الليميت ديال هاد لاسامبشن فريمون كومبليتمون. الطريقه باش كنقريو على الاقل اللي قريت بها انا كيخصها تبدل. يعني القضيه ماشي فقط القضيه ديال
ديال الامكانيات، وفعلا كانت قضيه ديال الامكانيات، ولكن حتى الفلسفه بالطريقه اللي كتدرس فيها العلوم خاصه تبدل. يا تيعرضوك، شوف حنايا تفضل. الحفظ حافظ، ما كاين غير الحافظ، حفظ 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 وعاود اعطيه داكشي اللي حفظتيه، وهذه ابسوليومون كتلغي العقل. فعلا ايوا، نتمنى اذا هاد الامنيات ديالنا اللي هضرنا عليها، اخر إن شاء حاجه الله. هضرنا عليها دابا، انها تتحقق ان شاء الله، وانه يكون ازدهار للتدريس ديال العلوم والتدريس بصفه عامه في المغرب. وهاد هاد السياق اللي كنعيشوا فيها ديال جائحه كورونا يقدر ربما نتمنى يكون احد الامور اللي هتحفز هاد النوع ديال التغير، ونتمنى الخير ان شاء الله. إن شاء الله. شكرا شكرا بزاف على هذه الاستضافة، شكرا. شكرا شكرا كوثر، شكرا بزاف على الحوار الشيق، ونتمنى ان شاء الله تلاقوا فيس تو فيس باش تجي ان شاء الله إن المغرب، شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ونبقى على اتصال. شكرا، سلام. آه يا خويا، باي باي.